عملية عسكرية خاطفة في محافظة شبوة، استطاع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية فك الحصار عن مديرية بيحان الذي استمر لأكثر من عامين. وصف وجنود ممنوع منعا باتا، حد يدخل بيت مواطن ولا يترك حرمته. ما لا يمكن حن نتبع ثقافة كثقافة الحوثة ريدة غيرها. بحسب مصادر عسكرية فإن مهمة التحرير أحيطت بالسرية التامة، حيث جرت الاستعدادات لترتيب الهجوم المباغت مع ساعات المساء الأولى لتحقق أهدافها المرسومة مع بزوغ الفجر. وأعلن الجيش الوطني عن استعادة السيطرة على مواقع استراتيجية في المديرية، مؤكدا أنه حرر منطقة عسيلان والنقوب معقل الميليشيات المتمردة، بالإضافة إلى عدد من المواقع أبرزها نقطة العلم والعكدة ومنطقة المعيقيب. 3 ألوية عسكرية هي قوام الجيش المشارك في المعركة، بالإضافة إلى الإسناد الشعبي للمقاومة. وشنت قوات الشرعية هجوما عنيفا على مواقع الميليشيات في مديرية بيحان غربي محافظة شبوة، بعد أن تمكنت من السيطرة على أكثر الطرق حيوية كمفرق السعدي ومفترق طريق حريب والعلياء، وهي طرق تشكل خطوطا حيوية في المناطق التي يتنقل فيها السكان بسهولة بين محافظتي شبوة ومأرب، بعد أن كانوا يجدون صعوبة في قطع مسافات كبيرة عبر الصحراء. استمرت المعركة لساعات طويلة، سقط خلالها قتلى وجرحى من الطرفين، لكن المعلومات تؤكد أن الجيش الوطني تمكن من أسر العشرات من عناصر الميليشيات، كما استولى على العديد من الأطقم العسكرية والذخائر. وقال شهود عيان إنهم شاهدوا فرار عناصر الميليشيات في اتجاه محافظة البيضاء القريبة.